زي ما انتم شايفين اللقطات الخاصه والحصريه من المغرب ولقطات مهمه جدا للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني قبل مواجهه ريال مدريد. مارسيل كولر يمكن اطفى مزيدا من الطمانينه والايجابيه والتعامل بشكل رائع جدا في العلاقه ما بينه وما بين اللاعبين خلال سفريه المغرب تحديدا، يمكن قرب بشكل كبير جدا من لاعيبه الاهلي. ولو تلاحظوا حتى في اللقطات اللي بنشوفها على مدار الاسبوع الماضي وقبل المواجهات اللي جايه سواء في الدور نصف النهائي او ان شاء الله الختام يوم السبت اللي جاي، اللعيبه اللي بره القايمه النهائيه والرسميه بيتعامل معاهم وبيهنيهم حتى على الفوز، واللعيبه يمكن بترد عليه بنفس رد الفعل بنفس الايجابيه. يعني تبص مثلا على مارسيل كولر بيتعامل مع شادي حسين زي ما بيتعامل مع محمد شريف، نفس الامر مع ايمن اشرف، نفس الامر مع برونو سافيو. دي الامور الايجابيه اللي واضحه جدا من خلال اللقطات اللي بنشوفها من معسكر الاهلي في المغرب، والبطوله دي تحديدا يمكن قربت الجهاز من اللعيبه بشكل كبير جدا وبشكل ايجابي جدا.